شريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرص بالجديدة. هو في الحق معرض في هذا الحجم وفي هذا المستوى، احنا كمغاربة وكناس اللي غيرون على المغرب بحال هاد التظاهرة كتكون إضافة للبلاد وإضافة للدعاية للبلاد وإضافة تتبين، لأنه هو البلاد تتبين بأنه راه عندها مهرجانات وعندها معارض بحال هاد الحجم هذا. زعما حنا كفنانة تنفرحوا، واللي عاود فرحنا أكثر هو الحضور ديال هاد الدورة اللي هي الدورة العاشرة، حضروا فيها الفنانة وهذا هو اللي جميل جدا، مع تشوف الجمهور ديال المدينة الجديدة والجمهور ديال الدار البيضاء حاضر بكتلة، وحتى الفنانة حاضرين. زعما فكرة طيبة ونتمنوا من الله المزيد، وكل سنة نشوفوا الجديد في المعرض ديال الفرص. جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرص بالجديد.